أعود إلى مراسلينا لمعرفة ما يجري على الأرض. حازم البنا، تابعنا صورا للعديد من الغارات الإسرائيلية على أهداف تابعة لحماس، نريد المزيد من التفاصيل حول ما يجري في القطاع. نعم، سأبدأ بربما تعذر خروجي على الهواء في هذا الوقت جراء ضرب بعض خطوط الإنترنت في قطاع غزة جراء هذه الغارات الإسرائيلية. نعمل على محاولة إصلاح هذا الخلل، ولكن شهدنا خلال اللحظات الماضية سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة وفي الغرب. استهدفت هذه الغارات أراضي ربما يعتقد الجيش الإسرائيلي بأنها مرابط لإطلاق الصواريخ التي بدأت منذ صباح هذا اليوم تضرب بالآلاف محيط مستوطنات غلاف قطاع غزة والمدن والبلدات داخل إسرائيل، إضافة إلى أنباء عن استهداف أحد المنازل في المناطق الغربية لقطاع غزة. في هذه اللحظات يبدو أن الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارا بتكثيف الغارات الإسرائيلية على القطاع، وعمليا في المناطق الحدودية فضيلة تدور في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الذين عبروا السياج، وهناك أنباء عن قتلى في صفوف الفلسطينيين في المناطق الحدودية ربما جراء شدة الغارات والقصف من الطائرات في تلك المناطق تحديدا التي يحاول المقاتلون الخروج والتسلل إليها بين فينة وأخرى. يتعذر على بعض الطواقم الإسعاف الوصول لانتشال هؤلاء يعني القتلى الفلسطينيين، بعضهم ملقى على الأرض والبعض الآخر يعني هناك محاولات حثيثة لنقلهم كما ذكرت في رسائل سابقة. نعم، هناك عدد من القتلى داخل المستشفيات، ولكن الأمر برمة الآن منحصر تحديدا في الاشتباكات التي تدور في محيط مستوطنات غلاف قطاع غزة، وأيضا الغارات تتكثف في محيط هذه المناطق، إضافة إلى يعني استمرار هذه الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة من مناطق مختلفة كما شهدناها في الساعات الأخيرة فضيلة.